عالسلامة من المنارة الفلاحية. أنا محمد علي تمسلي، إنجينير هيدروليك، عمري 28 سنة. جيت اليوم باش نقدم لكم ستارت أب فلاحتك. فلاحتك هي شركة ناشئة بدأت في 2020 في ديسمبر 2020. نخدموا على في الدومين دو لاغريكولتور، معناتها لابليكاسيون ديال التكنولوجي دون لاغريكولتور، دونك لاغريتيك. السبيسياليتي نتاعنا في الليسير، نخدموا سوسير سورتو سويفي نتاع لي كولتور وكل دون فاسون سمارت، يعني لابليكاسيون دو تو تيب دو تكنولوجي باش نسهلوا على الفلاح السويفي نتاع لي سير نتاعو. فلاحتك توفر له ان روبو يتحكم فيه اترافير سوا بي سي نتاعو والا التليفون. دونك الروبو هذا يمشي يعوضه هو شخصيا في السير، يعمل البلاياج في وسط السير، يعطيه شنو هي الاكتواليتي نتاع السير نتاعو، السونتي نتاع النبته، فمش حاجه صارت هكا البزوان نتاع النبته كوسوسوا في الماء والا في النيوتريمون وكل شيء. بالنسبه لي الفلاحه غرام، واحنا العائله دوريجين ديجا فلاحه، معناها الانتوراج نتاعي واصحابي الاغلبيه كلهم ديجا يخدموا في الفلاحه، ديما عندي كونتاكت بهم وشنو هي المشاكل نتاعهم وكل شيء. وقلت علاش، معناها انا على باز معناها انجينير هيدروليك ونخدم في الريغاسيون وكل شيء، دونك لي تروتمون بالاغريكولتور، دونك قلت علاش معناها ما نطبقش الشيء اللي قريته مع التكنولوجي اللي معناتها الذكيه نتاعي سلون الاكسبيريونس، معناتها وقت الاكسبيريونس نتاعي، علاش ما نطبقهمش سير تيران ونتخرج منهم حاجه تعاون الفلاح وتعاون الفلاحه بصفه عامه. معناها حبينا الاسم يكون سهل اول حاجه للفلاح، حاجه قريبت له، مش نجيبوا له سيغما ولا ما نعرفش حاجه هكا بالفرنسي ولا باللونجلي تسميه، احنا مش نكونوا معناتها الفيزافي بتاعنا ديريكت باش نتعاملوا مع الفلاح، يلزم تسميه سهله، وهي على باز معناها كومبينيزون بين كلمتين الفلاحه والتيك اللي تكنولوجي. دونك هي الكونسيبت نتاعها لابليكاسيون نتاع التكنولوجي في وسط الفلاحه، دونك فلاح تيك وفلاحتك، يعني رانا مش نتلهولك بفلاحتك وترموندي. هو سيرتو مش يربح الليبرتي نتاعو، على خاطر لي كولتور سوسيال سيرتو سونسيبل برشا، معناها ليميديتي سونسيبل برشا حاجات، دونك يلزمو فما ديما سويفي، يمشي للسير ويتفقد ويشوف اذا كان اشيال صغير، اذا كان اشيال كبير يلزمو يحط دي زوفري ديما يتفقدوا ليتا نتاع البلانت نتاعو، شنو هي اللي صار، فماش حاجه مرض كذا، خاطر اذا كان مثلا يضرب مرض في بارتي معينه تتعدى الدنيا الكل، يلزم ديما فما سويفي، ويلزم كان فما حاجه يفيق بها السير بلاس ديريكت، معناها بالوقت يفيق بها. دونك اذا كان مش نوفروا لواحد السوليسيون هذه، مش يولي هو يربح الليبرتي نتاعو اول حاجه، دونك يولي ما عادش يمشي ويدور في وسط السير والكل، دونك بتليفونه والبي بي سي نتاعو ينجم يتفقد السير ويشوف البزوان نتاع النبت نتاعو وكل شيء، وفي نفس الوقت مش ينقص من اللي كو كوسوسوا، معناها باش يعمل انترفونسيون، معناها باللي فيرتيليزون والا باللي انسكتيسيد وكل شيء، باش يطبقها على بارتي صغيره من السير نتاعو، مش كيما بعد ما ينتشر المرض تصيروا يشري اكثر ويستعمل اكثر دي برودوي وينقص من الكوم تاع المندوف. ديما فما تخوف نتاع اليد العامله، سيرتو تو البطاله في تونس عمال وتزيد والكل، دونك اذا كان مش تجيب لهم انت حكايه تنقص لهم في معناتها الديسبونيبيليتي نتاع الخدم وكل شيء، اكيد معناها مش يقولوا لك ليه، واحنا ديجا نعانوا من البطاله وكل شيء. الفلاح في حد ذاته تساعده، خاطر هو المان دوفر ابريتو فلوس، مش يدفع فلوس باش يخدم عباد، مش تجيب له انت سوليسيون باش ما عادش يخدم برشا عباد، دونك باش يولي يدفع اقل، اكيد مش تساعده. الاجريتيك مشروع مربح، اما يلزمك تعرف كيفاش تتعامل مع الكليونات نتاعك وتتعامل مع الفلاح سيرتو، يعني الفلوس موجوده، هو مارشي فيرج مش برشا معناها داخلينه، مي يلزمك تعرف كيفاش تتصرف، مش تقنع الفلاح تجيب له سوليسيون بعد تطلع ما وفرتلوش الانتظارات نتاعو، ما تنجمش تجيب فلوس. يعني اذا كان عندك سوليسيون يلزم تكون افيكاس، ويلزم باش تقنع بها الفلاح يلزمها تكون ناجعة، يعني باش هو يعطيك الثقة، باش من بعد يولي باش يقول للفلاح على الاخرين، خاطر الفلاح يسمعوا من بعضهم ما يسمعوش منك انت،
على ليميت تنجم واحد برك يعطيك ثقته وتعطيه البرودوي نتاعك يجربه. اذا كان مشت الامور وكل شيء بعد يحكي هما يحكي مع جيرانه ويحكي مع الفلاح اللي يعرفهم، وقتها انت تكتسب كريديبيليتي وتكتسب معناها ثقه عند الكليونات نتاعك، ووقتها يولي تنجم تدخل فلوس وتنجم تخدم اكثر وقت. ما تخافش من التكنولوجي، ما عندها متاثرك على العصابه نتاعك، ما عندها متاثر لك على الارض نتاعك، بالعكس باش تسهل لك ومش تعطيك اكثر انتاج واكثر انتاجيه واكثر من اللي تتصور معاه. السوفيه تعطيها الثقه، جست اعطي ثقتك في التكنولوجيا وتكنولوجيات جديده وخليها وشوف النتيجه. انت ما جرب واحكم، يعني جرب التكنولوجيا وكذا وبعد احكم. كان اعطت نتيجه صح عليه، ما اعطتش نتيجه يا اخوي ما عادش تتعامل بالتكنولوجيا. جست جربها وكهو، جرب التكنولوجيا وشوف النتيجه وكهو. هذا ايش طالبين؟ هاندو تيست 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 تكون إفيكاس في خدمتك. شكرا صفا تعدد. شكرا يا تيست.